وينضم إلي الآن من نيويورك أنتوني ساسين، كبير استراتيجية الاستثمار لدى كرين شيرز. أنتوني، أهلا وسهلا فيك وشكرا جزيلا حضورك معنا هذا الصباح. على خلفية كل هذا التصعيد بين الولايات المتحدة والصين، وقف الطروحات الأولية من جهة، وهذا الحظر الذي يدخل الآن حيز التنفيذ على بعض أكبر الشركات، هل يضع هذا المستثمر الأمريكي أو المؤسسات المستثمرة الأمريكية بمأزق؟ مرحبا، شكرا على استضافتي في البرنامج. بالتأكيد نحن نمر بفترة عصيبة بين الولايات المتحدة والصين منذ استلام الرئيس بايدن للسلطة. كانت هناك بعض التوجيهات التي صدرت من الطرفين، لكن ما زال الصراع مستمرا، ونأمل في المستقبل القريب أن تتضح الأمور، لكن هذه الرحلة قد تكون طويلة. لا نعتقد أن الأمور ستسوء أكثر اعتبارا من الآن، لكن يجب أن نكون جاهزين لصدور قرارات مختلفة من كلا الطرفين. إضافة إلى ذلك، هناك بعض التعديلات التشريعية والتنظيمية الحاصلة في أمريكا والصين بخصوص شركات التكنولوجيا وشركات التعليم، وبالتالي هذا الأمر قد يؤدي إلى بعض التقلبات في السوق. ماذا عن خسارة الاستثمار في الشركات الصينية التي يعني أثبتت لا شك بأنها كانت مربحة وكانت عوائدها جيدة؟ إذا ما تم، مش إذا ما، في الآن وصلنا إلى تطبيق هذا الحظر وهذه العقوبات التي قد تنزل بالشركات إذا تعاملت مع هذه الشركات الصينية، أتحدث عن المستثمرون الآن، هل هناك بديل للاستثمار في الصين إذا شفنا كمان يمكن تتأزم أكثر وتمتد لقطاعات أخرى وشركات أخرى؟ لا أعتقد أن الأمور ستسوء من هنا، فكلا البلدين يحتاجان بعضهما البعض. هما أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وأمريكا والمستثمرون الأمريكيون يريدون الاستثمار في هذه الشركات الصينية الكبيرة، والصين تريد الانفتاح على العالم لأنها بحاجة إلى استثمارات أجنبية. لكن هناك كما قلت بعض التعديلات التي تدخل على العلاقة، ورأينا مؤخرا فرض الحظر على بعض الشركات. هذا الأمر ارتبط بقطاعات معينة تتعلق بالجيش والقطاعات الحساسة، ولا نعتقد أن هذا الأمر سينتشر ويشمل قطاعات أخرى. هو كان طبعا ترامب بدأ هذه الخطوة وأكملها بايدن الآن بإضافة مزيد من الشركات، وهذا ما دفعني للسؤال عن إذا ما كان هناك المزيد ما قد يضاف إلى هذه اللائحة. ذكرت نقطة كثير مهمة بأن الاقتصادين يعتمدان على بعض، يمكن أكثر شيء ممكن نشوفه هلأ بالسيمي كوندكترز. واحدة من الشركات اللي تم حظرها أيضا هي الـ SMIC أو سيمي كوندكتر مانيفاكتشرينج. الشركة عندها مبيعات أو تتوقع مبيعات بالفصل الثاني حوالي 1.3 مليار دولار، مش شركة صغيرة من مبيعاتها حول العالم. هل تستطيع الولايات المتحدة في ظل هذا الشح للرقائق في العالم أن أيضا تقاطع شركة مثل هذه؟ هذا صحيح، رأينا الأمر يحصل مع ترامب، لكن في عهد بايدن كان هناك وضوح أكبر بخصوص الشركات التي تقلق أمريكا. وكما قلت، هذه الشركات مرتبطة بالمجمع العسكري، هي شركات تابعة أو مرتبطة بالجيش، والرئيس بايدن وضح الأمور. صحيح أنه أضاف 10 شركات، لكنه أزال 18 شركة لا علاقة لها بالحكومة، بما في ذلك شركة شيومي وهي شركة هواتف كبيرة في الصين، وأضاف عددا أكبر من الشركات المرتبطة بالقطاعات المستهدفة. وبالتالي هذه نقطة إيجابية وتحدد للمستثمرين إلى أين ستسير الأمور. كما أن الرئيس بايدن أزال الحظر عن
تيك توك وويتشات، وبالتالي نحن كمستثمرين رأينا هذا الأمر خطوة في الاتجاه الصحيح. بالنسبة لموضوع أشباه الموصلات الوضع مختلف، فهذه قضية مرتبطة بالتفوق في العالم في مجال الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، والصين أوضحت أنها تريد أن تكون بلدا رائدا في هذا المجال، وهي حققت تقدما كبيرا في مجال شبكات الجيل الخامس، وجزء من هذا التوجيه الرئاسي يهدف إلى إبطاء حركة الصين في ذلك الاتجاه وفي اتجاه تطوير هذه التكنولوجيا. طبعا الصين تحتاج إلى أشباه موصلات أكثر من حاجة أمريكا إلى أشباه الموصلات. هناك شركات أمريكية مختلفة ما تزال تصنع رقائق، وهناك أيضا شركة في تايوان مشهورة. دعني أسألك بشكل سريع قبل ما يفوتنا الوقت، معلش عفوا أنتوني، بشكل سريع الآن هيئة الأوراق المالية الصينية تطالب بالتواصل مع هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة بشأن وقف الإدراجات، هل أنت متفائل من هذه المحادثات التي قد تتم إذا تمت بيناتهم؟ نعم، بكل تأكيد نحن سعداء بهذا الحديث. كان هناك إضافة توجيهين بخصوص الإفصاحات من هيئة الأوراق والسلع المالية في أمريكا، وخاصة الإفصاحات المتعلقة بالحصول على الموافقات الصينية. إذا هناك حديث بين الطرفين وكانا يتحدثان من قبل. شكرا لك أنتوني، شكرا جزيلا لك، أعتذر على المقاطعة.